شوفوا حضراتكم الفرحة حلوة مفيش كلام، وطموح النادي الأهلي طموح كبير مفيش كلام، بس احنا كمشجعين فرهدنا بطولات، فعايزين بقى نتكلم على يعني آخر البطولات وآخر الأفراح مع كابتن أحمد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي السابق اللي منورنا. صباح الفل ومليون مبروك. صباح الخير، ألف مبروك طبعا ليكم أولا. الله يبارك فيك. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، لمجلس إدارة النادي الأهلي، للجهاز الفني، للاعبين. مش بتكلم على 11 او 15 اللي شاركوا في المباراه، لا انا بتكلم على 30 لاعب اللي شاركوا في الفوز بالبطوله العشره المحببه لجماهير النادي الاهلي. احنا دلوقتي خلاص الدوري ده بالنسبه لنا بقى ايه يعني، ايه حاجه ما بتسعدناش قوي، لكن اللي بيسعدنا قوي بطوله افريقيا. فعلا كنا مستنيين البطوله دي، كنا بنحلم بيها. بطولتين ورا بعض دي حاجه كبيره جدا لجيل ده خلاص بدا يقرب من جيل ابو تريكه وبركات وائل الجمعه، الجيل العظيم ده. صحيح. ألف مبروك ليهم وألف مبروك لمنظومة الكرة في النادي الأهلي جميعا. حاجة مشرفة جدا. صباح الفل في البداية وصباح النصر زي ما احنا متعودين، وقلناها والله قبل كده، قلناها الأسبوع اللي فات يا جماعة هنفرح وعندنا ثقة في الفريق الحمد لله، بس دايما نكون منتظرين يعني ان احنا ايه ما نكبرش الموضوع قبل ايه حدوثه. الحمد لله يا رب تمت على خير. بنقول ال11 يا أهلي، بس هنهدى شوية، خلينا نركز دلوقتي في البطولات اللي جاية والدوري بإذن الله كمان يكون منا حليف، يعني يكون حليف الأهلي. خليني أبدأ مع حضرتك كابتن أحمد ونتكلم سريعا كده عن المباراة بالأمس، مش تحليليا ولكن من رؤية حضرتك يعني حتى ولو بشكل بسيط. الشوط الأولاني كان عادي، يعني ما شفناش كرة وحشة أو كرة حلوة، كان عادي. الشوط الثاني ابتدى يبقى فيه نوع مختلف تماما، وشفنا يعني كرة حلوة وشفنا هجوم حقيقي. كنت حضرتك متوقع ده أصلا ولا لا؟ يعني كنت متوقع الشوط الأول يكون أهدى شوية، احنا شفنا اللعيبة هادية، شفنا اللعيبة مش مستعجلة ولكن مركزة، فكنت متوقع ده فعلا؟ بص اتكلم قبل المباراه، اولا كان عندي قلق كبير جدا، حتى لما كلموني عشان برنامج النهارده الصبح كان عندي قلق جامد جدا. قلت طب لا قدر الله حصل اي حاجه، معقوله كنت شاكك بقى يا كابتن احمد؟ بص المشكله ان قبل المباراه ووصلنا ان احنا نلعب كايزر تشيفرز، كل جماهير النادي الاهلي كان عندها ثقه عمياء ان الماتش ده سهل جدا. انا خفت ان الاحساس ده يوصل للعيبه. حتى كمان لما جينا بتكلم على ماتش مثلا الترجي، كنا كازمين الترجي هناك 1-0 وجايين نلعب هنا مباراه في القاهره وكنا قلقانين جدا، مع انك انت كازمين هناك 1-0 والترجي كان عندنا قلق. انا احساس ان المباراه النهائيه مع كايزر تشيفز كل جماهير النادي الاهلي ما كانش عندها يعني اي قلق ان المباراه الاهلي هيكسب. خفت ان الاحساس ده يوصل للعيبه، خفت ان اللعيبه تفقد ان الموضوع سهل. وده فعلا بدايه المباراه حسينا ان المباراه صعبه مش سهله، لا فرقه بلغه الكوره فرقه غلسه، هي بيدافع بشكل كبير يعني، هو بيدافع ومساحه الملعب. خلي بالك برضه نتكلم في نقطه مهمه جدا، مساحه الملعب هم لعبوا على المباراه دي مباراتين مع الوداد، مباراه في الدور التمهيدي ومباراه في دور السيمي فاينل، فهم حافظين الملعب، مساحات الملعب صغيره، هم عندهم اطوال، يعني كل التكتيك اللي هيتعمل اذا كان لما يجي هم بيلعبوا بطريقه زي الهاندبول، دفاع منطقه، ولعيبه النادي الاهلي بتحب تستلم الكره من الرجل للرجل وبتخترق من جوه من قلب الملعب. مع فرقه زي دي الموضوع صعب جدا. طب تيجي تعمل الحلول الثانيه ان هي تشتغل من الجناب، عندهم اطوال صعبه جدا، رقم 3 ورقم 5 اطوال برضو قامه طويله جدا، تشتغل الكره العرضيه هم اطول، فكان الامور صعبه. الحمد لله التوفيق جانا في قرار الطرد. لو الطرد ده ما جاش كان المباراه تبقى صعبه. هو المدير الفني كان بتاعهم كان بيفكر ان يوصل ازاي المباراه ضربات الجزاء، هو ما عندوش الحلول دي، كان بيحاول يعمل بعض الهجمات المرتده بس ما عرفش. الحمد لله الطرد ده طبعا ادانا مساحات اكتر، خلى الشوط الثاني احسن شويه، والحمد لله وقد كانت صحيح. بالظبط. طب بالمناسبه الكلام عن النقطه دي بالتحديد، فعلا في كتير من الناس كانوا شايفين ان الفريق ده يعني الى حد ما يعتبر مجهول افريقيا، الثامن في الدوري جنوب افريقي، فصنفوه انه فريق ضعيف. بس انا عايز اسال حضرتك، هو ينفع او عدت عليك قبل كده ان فريق ضعيف يوصل لنهائي بطوله بالحجم ده؟ يعني في مساحه ان الحظ يوصل بفريق لغايه النهائي في بطوله المنافسه فيها مشتده كما كان الحال في النسخه دي من البطوله؟ ساعات طبعا الظروف بتقابلك او بتساعدك، بس مش بتيجي برضو الحظ ما بيجيش غير مع المجتهدين. ما انت برضو هو مجتهد، أكيد. هو بيلعب بتكتيك، عارف امكانيات لعبته ايه، نجح مع التكتيك ده
ها؟ والمدير الفني الجديد برضو اللي هم جابوه الاسكتلندي فرق جامد يعني. انه يكسب الوداد على ملعبه 1-0 دي حاجه مش سهل. لعب بشكل معين على قد المستوى اللعيبه بتاعته بيلعب بشكل معين ونجح بالشكل ده. فده مش لا هو طبعا انا بالنسبه للفرق الذي الاهلي قابلها في البطوله لا في فرق اقوى منه. اتكلم على الترجي طبعا, اتكلم على الوداد, في فرق اقوى بكتير. صحيح. لكن فعلا الظروف ساعدته ووصلته نلعب المباراه النهائيه. هو ده القلق انك انت برضو لما تلاقي فرقه زي دي وصلت انها تقول انت خلاص بقى الحظ معاهم, ده ممكن ربنا يديهم الناس دي فيهم حاجه معينه ربنا ممكن يديهم. وده القلق كان وصل لنا من بدايه المباراه. بس الحمد لله يعني دعوات المصريين ودعوات الاهلاويه والحمد لله جت في صالحنا وقدرنا ناخد العشر الحمد لله. نتكلم بقى على اللقطات الحلوه والتناغم اللي شفناه امبارح, ويمكن انا وكريم برضو يعني عدينا سريعا على النقطه دي في الانترو. وامبارح الثنائي الرائع ما بين محمد شريف وقفشه, وهذا محمد شريف وقفشه, هذا او هذه الكيمستري الجميله, وتحس اتنين فاهمين بعض جدا. وقفشه عنده برضو هذه القدره ان هو بيقدر يعمل زي سكان للملعب بشكل كبير جدا, يعني هو في حقيقي لاعب ممتاز. وفكره كمان ان هما الاثنين محققين بعدد اجوال 14, كل واحد ساهم في 7 اهداف, تتكلم في 53% تقريبا من اهداف الاهلي في هذه البطوله, حاجه محترمه جدا. فبرضه شايف ده ازاي؟ شايف اولا قفشه من البطوله اللي فاتت له دور كبير جدا, بنتكلم على احسن لاعب في المباراه النهائيه السنه الموسم اللي فات ضد نادي الزمالك وخد احسن لاعب في المباراه وخدنا البطوله. محمد شريف كان ليه دور اكتر بقى السنه دي في البطوله العشره. محمد شريف قعد لنا في الاذهان كل الاهلاويه كابتن عماد متعب, مهاجم جيد جدا لحد دلوقتي معظم الناس. وانا هسالكم السؤال ده, محمد شريف بيلعب برجل اليمين ورجل الشمال؟ انا بسالكم. لا كل واحد بيلعب بالاثنين, بس هو بيلعب بأني رجل الاساسيه؟ يمين. لا فعلا ركز فعلا اللي انا ملاحظاه فيه كابتن احمد كفاءه في الاثنين. ده الغريب ان اي لعيب اشول رجله اليمين بالنسبه له تبقى ضعيفه جدا, ضعيفه شويه وبيتحاشى انه يلعب بيها. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه, اللي يعني بغض النظر عن اليمين وعلى الشمال, الفكره ان هو قدر ان هو يلعب كرات راسيه اللي كان الناس جديد. كتير بقى ايوه الناس كتير كانت متشككه فيه. فهو لاعب متكامل زي ما حضرتك بتقول, اشول بيلعب كمان ايمن بيلعب بالراس, فكله يعني بصراحه محترف نقدر نقول ده. اكيد اكيد هو الناس سخنته كمان على موضوع التهديف بالراس. اكيد ما هو كل واحد ما بيجي يشتغل, انا كمهاجم مثلا عنده رجله اليمين كويسه والشمال كويسه واهدافه معظمها كده, لما الناس تيجي تقول له او كمان المدير الفني كمان مش اللاعب بس او الجمهور بس, لا المدير الفني برضه لازم يكون عندك تنوع. ممكن الناس تقفل عليك مثلا ما تعرفش تجيب اجوان برجليك, فهتتجه للعب الكره العرضيه, فلازم اكون مميز عشان اعرف اجيب اجوان. فهو اكيد مستر مستمر اشتغل معاه على النقطه دي وبدا احرز هدف حلو جدا في المقصه براسه. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى اكتر, لان فعلا النادي الاهلي تنقص النقطه دي شويه, اللعب على الكرات العرضيه والتكمله من نص الملعب او المهاجمين يعني. طب ليه تنقص؟ يعني اداء اللعيبه النادي الاهلي بيلعبوا زي الاداء برشلونه, كره من رجل لرجل وعلى الارض. حتى كمان بس الامر ما يخلاش اكيد في فرق بتلعبها الاسلوب ده مش هينفع معاهم, زي ما بقولك الفرق بتلعب دفاع منطقه تقفل لك المساحات. وده اللي كان برضه عشان الناس بتقولش بتقارن النادي الاهلي ببرشلونه, لا في وقت من الاوقات برشلونه كان بيلعب بالطريقه دي, ها والفرق لما تيجي تقفل عليه ما بيعرفش يكسب. لكن انت لازم يكون عندك تنوع, عندك مثلا لما فرقه بتلعب بالشكل ده لازم تفكر في التصويب. هتكلم على مباراه المقاولين كان بيلعبوا نفس الاسلوب ده والمباراه كانت صعبه جدا عشان برضه نفس الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي, الكوره الاختراق من الامام والمساحات الصغيره. لكن في اوقات من الاوقات لازم تشتغل بالكرات العرضيه, لازم تفكر في التصويب لعيب نص الملعب, اذا كان السوليه اذا كان حمدي فتحي اذا كان ديانج اذا كان الشحات لازم تفكر في التصويب. ونفتكر برضو طاهر محمد طاهر احرز هدف جميل جدا في افريقيا ضد فريق جنوب افريقي, مش متذكر قوي, هدف رائع من التصويب. فلازم تفكر في التصويب, فدي لازم الفرقه المتكامله لازم تفكر ازاي اخترق الفرقه اللي قدامي باي انواع بقى, بالاختراق من الامام من التصويب من الكرات العرضيه, حاجات كتيره جدا لازم الفرقه تشتغل عليها. مين من مهاجمين الاهلي كابتن احمد برضو كان اشول او بيلعب بالشمال, بما ان حضرتك بقى سالتنا السؤال ده؟ طبعا كان نجم نجوم النادي الاهلي ومصر كابتن كهربا زيت,
احسن من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي طبعا كابتن طاهر، وانا عاشرته ولعبت معاه في كابتن طاهر شويه عرضيات تدرب طاهر كمان كتصويب كتصويب رجلي الشمال، اول ما الكوره بتعدي على رجلي الشمال دي لازم خلاص دي بتبقى ميزه كمان زياده طبعًا. في المهاجم طبعًا. ان هو يبقى المتمكن من الشمال بتاعه اكيد طبعا اكيد اكيد. انا سالت بس ليه محمد شريف، لا انا معلومات انا عايز اعرفها يعني فعلا محمد شريف فعلا رجلين يمين ورجلين شمال زي بعض بالظبط، ومعظم اهدافه برجلين يمين. بس تفتكر معايا كده جون الترجي لما كرة اتلعبت له وغمزها وخبطت في العارضه وجت، طب لو هو بيلعب بيمينه كان سابها تعدي وعملها بيمينه كده بالخارج، لا عملها بشماله ان هو اشول. بس برضو انا سالت سؤال لناس كتير جدا على فكره الموضوع ده عشان يبين الناس كلها تقول لا محمد شريف عشان مش قادر ان انت تحدد في الملعب فعلا مش باين. انا لسه حد ساله برضه بيفكرني الله يمسيه بالخير طبعا كان يعني عشرة العمر وليد صلاح الدين. وليد كان بيلعب، انا بلعب انا ووليد واحنا عندنا 12 سنه في النادي الاهلي، وليد بيلعب برجل يمين بس تتفرج على وليد كل لعبه الكره على رجل الشمال، بيرقص برجل الشمال، بيعدي برجل الشمال، يبص برجل الشمال، يجيب جوان برجل الشمال. بس هو وليد اصلا في الطبيعي بيلعب برجل يمين، ودي الاحترافيه ان انت ما تبقاش عارف اصلا ميزة دي المهاره دي المهاره. بالمناسبه هل كان امبارح في اصلا من حيث المبدا كان في نقطه تحول من وجهه نظرك ولا ما كانش فيه؟ وهل كانت مثلا لقطه الطرد أكيد. ولا تسجيل الهدف الاول مين فيهم ينطبق عليه حته نقطه التحول؟ او لا التحول طبعا اكيد الطرد وكره صعبه جدا والفار هو اللي قدر ياخد فيها قرار. صحيح. ناس لامت كتير جدا على الاتحاد الافريقي في اختيار الحكم المباراه، قالوا حكم من بوريندي وملوش اي تاريخ في اي نهائيات، لكن حطوا الحكم الفار مش عارف حاجه اسمه حاجه جيد من حكام الكبار جدا في افريقيا، وهو اللي خد القرار في الطرد وقرار صحيح. بس انا شايف هي دي نقطه التحول ان هو ياخد قرار بطرد لاعب مع فرقه بتلعب بالتكتل ده يعني فتحت الملعب شويه طبعًا. وهو ده اللي انا شايف هي دي نقطه التحول. خلينا عشان الوقت بيجري برضو كابتن احمد يعني نختم به فكره المشهد اللي شفناه امبارح، فكره حرص مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب كمان ان هو على طول يكون متواجد، رفع الروح المعنويه بجد. احنا شفنا مش بس لعبه حلوه، احنا شفنا نفسيه حلوه، شفنا لعيبه بتلعب وهي فعلا هاديه، هو ده المصطلح. انت بتلعب وانت لاعب تقيل عارف انت هتعمل ايه كويس، مش نازل مش عارف امتى هتحكم المباراه. فخلينا نتكلم على الشق ده. النجاح ما بيجيش من فرقة كورة بس بتلعب، لا مش 11 لعيب بس، لا النجاح من اولا من مجلس ادارة مهيئ الجو الجو النجاح للاعبين والجهاز الفني بيحضر لهم كل حاجة قبل المباراة او قبل البطولة او قبل الموسم، وده اللي عامله كابتن خطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي جميعا. عاملين مجهود جبار مع الفرقة، عملوا فرقة خلال السنتين ثلاثة اللي فاتت ما شاء الله اثنين افريقيا، نتمنى ان شاء الله يعني وثالث عالم، نتمنى بقى كاس العالم اللي جاي ان شاء الله نكون النادي الاهلي نشوفه المباراه النهائيه. مش هتكلم طبعا عن اللي عامله كابتن خطيب ومجلس الاداره عشان ما بيقولوش بس ان احنا على قناه الاهلي وبنجامل، لا بصراحه ده واقع يعني نجاح مجلس الاداره حقيقي هو فعلا بيؤثر فعلا بشكل كبير على نجاح الفريق أكيد. يعني ما ده مش محتاج كلام يعني اكيد في هدوء، مجلس الاداره مدي هدوء في الفريق، حاجه نقطه مهمه جدا، حب الفريق مش ال 11 لا ال 30 لاعب لبعض. لو شفنا امبارح اتفرجت على استوديو مع كابتن ايمن شوقي واللعيبه القدامى بالليل، ازاي الروح الحلوه في اوضه اللبس اذا كان بين كهربا اذا كان محمود متولي اللعيبه اللي بره الماتش صحيح الناس اللي شاركت حتى لو خمس دقائق سعد سمير ولع الدنيا احتفالات هو ده الروح الحلوه، هي دي الروح اللي بتوصل المكسب طول عمرها في النادي الاهلي. الناس اللعيبه اللي بره هي اللي بتساعد اللعيبه اللي بتلعب، هو ده لما اللعيب بيجي يلعب وابص في اللعيب اللي بره والاقيه مبسوط ومش متضايق مش مسبب لي اي توتر ان هو متضايق ان هو ما بيلعبش، ده احساس رائع بيوصل للبطوله. هو ده اللي حصل وهو ده اللي بان في النجاح في النجاحات اللي بانت في بعد المباراه، واللعيبه ازاي مبسوطه كلهم وتشوف تقول ده لعب ولا ما لعبش، تشوف سعاده سعد سمير مع انه ما لعبش، تشوف سعاده كهربا ده كهربا عمل يعني رقصه كهربا والروح الحلوه وازاي يكلم اللي بيعجبني برده في كهربا على طول ما بينساش مؤمن زكريا على طول في كل الاحتفالات يكلموا فيديو ويدخلوا مشاركه مع اللاعبين، ببارك لمؤمن زكريا طبعا اللي طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي.
الاهلي ومن اللعيبه اللي ادت مع النادي الاهلي موسم رائع، واتمنى له الشفاء ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. مليون مبروك يا كابتن احمد، نورتنا كالعاده، وان شاء الله نرجع نلتقي واحنا بنحتفل بالدوري والكاس وكاس العالم للانديه وال11 ادينا مع بعضينا يا ابو الكباب. يا رب ان شاء الله. الدنيا. شكرا ليك كابتن احمد. هنطلع فاصل وهنرجع بقى وهينورنا كابتن شريف عبد المنعم.